البيت هذا من برا بيت طبيعي جدا، ولكن من داخل في هذه الاشياء اللي راح تشوفها لما تشتري البيت، واتمنى انها ما تكون مع او ماي جاد غرفه ثانيه ايضا وغرفه ثالثه ايضا. اعزائي المتابعين، انما كنتم متيم ابن ابينا ديمن الصقلي الالثمي، هذا الفيديو الجديد والجميل والرائع اللي من خلاله لاحظت في فيديو ماضي سويناه من سلسلة اللي هو دخلنا على موقع زيلو. شوفوا هنا، هذا الموقع هو عبارة عن موقع يستعرض البيوت الموجودة في أمريكا سواء كانت للبيع أو لا، ويوري قيمتها، يوري كم كان سعرها في فترة من الفترات، الفترات الماضية هل ارتفع سعرها نزل سعرها، فأنت تعرف المنطقة تعرف البيت قبل لا تشتري. يعني هو كان عبارة عن كارفاكس وفي نفس الوقت cars.com بس انه حق البيوت. فجينا اليوم هنا نستعرض اغرب 11 بيت لقيتهم في خلال بحثي البسيط لهذا الموقع. واذا حابين فيديو مثل هذا، فيديو نجيب فيه توب 11 توب 10 توب 20 توب 30 اللي تبغوه انتم، اكتبونا تحت في التعليقات واعطونا لايك، لان اللايك هنا يساوي اعجاب، ما ادري وش الزبدة. فخلونا نبدا. في المركز ال11 عندنا لهذا اليوم عندنا بيت ديزني، اللي هو البيت الموجود في ولاية كاليفورنيا في مدينة أناهيم. هذا البيت سعره أو بيع في آخر فترة مثل ما تشوفوا ب 820,000 دولار. البيت فيه حمامين، 4 غرف نوم، وقع على مساحة 1794 قدم مربع. البيت هذا مستوحى بشكل كبير من ديزني زي ما تشوفوا. البيت من الخارج يعتبر بشكل عادي جدا، ما أشوف فيه أي شيء غير، ولكن مجرد تبدأ تدخل البيت راح تلاحظ بأن الأثاث، الجدران، الكنب، كل شيء قاعد يعطيك فايب مختلف، فايب مختلف تماما عن اللي تشوفه برا. الغرف تحس انها عادية جدا، ولكن هنا لما تجي للغرفة هذه تروح كذا وايلد مرة، تحس كذا طرزان الموضوع. غرفة ثانية عادية ايضا، يعني في كذا بلاي روم وغرفة لعب تحس انها جاية تعطيك الجو هذا. وحرفيا طبعا انا مو جالس اشوف هذه من مثلا صفحة في ريدت او شيء، لا انا داخل على الموقع نفسه اللي هو زيلو، وقاعد اشوف من زيلو نفسه الغرف هذه. هذه مرة نايس، مرة حلوة. فلذلك اذا عندك اطفال يحبون ديزني، تحس ان ديزني من الاشياء اللي يبغوها، يا انا اشوف كميه الكوب هذه راح تخليهم ما يبغون يروحون ديزني كثر ما انهم يبغون يعيشون في البيت هذا. واجين سعر البيت حاليا 906,000 دولار. خلينا نروح للي بعده. في المركز العاشر بيت فلينستون. كيف نحط لهم صورة فلينستون؟ إذا ما تعرف فلينستون أو ما تذكر فلينستون، فلينستون هم ناس من العصر الحجري، وهذا البيت مثل ما تشوفوا من الخارج يعكس هذا الشيء تماما. قبل لا نستعرض الصور، هذا البيت موجود في هيلزبورو كاليفورنيا. البيت هذا أوف ماركت، أي ما هو للبيع، ولكن قيمة السوقية الآن بين 3.3 مليون دولار و 4.3 مليون دولار. طبعا لما تجي هنا راح تشوف بأن البيت كان مرتفع سعره، ثبت سعره في فترة معينة وفجأة كذا بوم نزل سعره. هذا الكلام كان في عام 2017 وما زال عنده مالك الوحيد، فلذلك البيت إلى الآن هو خارج السوق وما تقدر تشتريه. البيت فيه 3 غرف، حمامين، ويقع على أرض مساحتها 2730 قدم مربع. خلونا نشوفه من جديد. البيت زي ما تشوفوا من الخارج وهو يعطيك فايب مختلف، يعطيك فايب غريب جدا، ولكن لما تجي تدخل راح تشوف بأنه يعطيك نفس الفايب من كل النواحي، من ناحية التصميم الداخلي، من ناحية الأبواب، من ناحية الأثاث نفسه، من ناحية اللون والجدران، من ناحية تصميم الإضاءة، من كل النوع. يعني تخيل بأن أنت الآن داخل المطبخ، هذا اللي قاعد تشوفه أمام عينك عزيزي المشاهد، هو مطبخ عادي جدا، إلا أنه ما في ولا شيء عادي. مرة حلو للناس اللي تحب الفايب هذا، تحب الستايل هذا، أشوفها راح تنبسط وهي تعيش في هذا البيت. أنا أشوفه عن نفسي ما هو بيت صالح للعيش كبيت كامل أو كبيت أساسي، خلينا نقول هذا أشوفه سامر هاوس. يعني أنت مثلا تطلع بالصيف تحب تروح مكان، أنا أشوف بأن هذا البيت أوكي، يعني ممكن أروحه في الصيف، أصيف فيه شهر شهرين وأرجع، ولكن كبيت أعيش فيه حياة كاملة ما أشوف حالي بصراحة أنتمي إلى مكان مثل هذا. غرفة المعيشة، الفاير بليس هو مكان النار، دريشة أو نافذة مطلة على الحديقة الخارجية، مرة نايس. غرفة النوم، يا أشوف حالي أنام في يومين، أكثر من يومين معليش، ولكن بيحوشني اكتئاب ما هو طبيعي. الحمام نو هارد باس، مستحيل. الدرج أحس قاعد يأخذ فايب بيوت القديمة، ولكن هم أخذينه كعصر حجري فلينستون، فأوكي not the worst، ما هو أسوأ شيء، ولكن الفايب نفسه ما هو شيء انا عن نفسي كمتيم بنا او ماي جاد. اوكي منظره من برا مخلينا كانه فيل، وزي ما قلت كمتيم بنا عبد الله ما اشوف حالي اعيش فيه وانبسط فيه، ولكن يا اكتب لي انت رايك فيه.
تحت في الكومنتات. اوكي اللي بعده وهو بيت الصناديق بسميه. طيب خلينا نسمي بيت الصناديق. في المركز التاسع عندنا بيت الصناديق وهو بيت يقع في مدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس. هذا البيت فيه غرفتين وحمامين، يقع على مساحة 1206 قدم مربع. بيع تو بيع قبل شهر تقريبا، يا قبل شهر تقريبا، بقيمة 765,000 دولار. البيت هذا شكله من برا يعطيك شيء مينيماليست، ولكن ما احس بان افضل شيء مينيماليست قاعد يعطيك، او المينيماليست اللي هم الناس اللي يكون حياتهم كذا بسيطة يعني، ولكن في نفس الوقت تكون سمارت. اوكي بسيط جدا من الداخل، مطبخ بسيط بتوسط درج، اوكي ما هو سيء، في فايب، في فايب مينيماليست حلو. المطبخ صراحة جدا راقي، درج باين انه يروح لبيسمنت. الدرج حسيت بانه كان يقدر يكون افضل، يعني انت معطيني فايب مرة حلو، فايب مينيماليست، ولكن حسيت بان الدرج نفسه او تصميم الدرج نفسه كذا اوف مرة مختلف عن الفايب حق البيت كامل. اوكي كلها عن المطبخ، كلها الى الان غرفه واحده، غرفه النوم. اوكي يا سلايد دورز او الابواب اللي تنسحب ما ادري يعني. اوكي يعني انت المطبخ واضح انك حطيت 90% من الميزانيه حق البيت في المطبخ، والباقي ما انا قاعد اشوف اي شيء يستاهل اني اعيش فيه. اوكي الغرف مره سيئه، لون الجدران مرة سيء، يعني من برا انت اعطيتني مينيماليست، بالمطبخ اعطيتني مينيماليست with a nice touch of modern بيت، فاهمين شلون؟ بس مرة فجعتني لما جيتني لغرف النوم، فايب مختلف تماما. اوه مرة سيء، اتمنى ان هذا ما يكون الفاينل برودكشن، يعني الشيء الاخير او خلينا نقول المنظر الاخير او اللوك الاخير للبيت. اتمنى ان في يعني في تعديلات زياده، لان بصراحه معليش اذا واحد شاف البيت بهذه الطريقه وشراه ب 700,000 دولار معليش اي دون نو، يعني احس الغرابه كانت برا، من داخل اقل من عادي البيت، ما يستاهل الشوك. او اوكي اوكي هذا اوكي، بديت افهم الموضوع الان، بدا البيت زي ما تشوفوا يصير احلى. فواضح بأن بقول لكم نظرية اللي عندي أنا أو اللي أشوف أنها صارت، هي أن اللي تحت الطابق اللي تحت هذا الطابق الأول سووا فيه مطبخ، سووا فيه الغرف اللي تونوا شايفينها اللي هي غرفة المعيشة أو الصالة، سووا فيه أشياء مرة حلوة، ولكن يوم سووا الطابق الثاني والثالث صرفوا فلوس أقل لأن الموضوع كلفهم كثير، فما كان في توزيع كويس في الميزانية للبيت. I don't know ما أعجبني نهائياً. أيضاً أحس يعني تحس كأنه صار كراتين مركبة على بعض أكثر من إنه بيت مسوينا بهذه الطريقة. أوكي كشكل غريب يا، ولكن بشكل عام صراحة ما هو أفضل شيء. خلينا نروح المركز الثامن. المركز الثامن عندنا بيت بصراحة السعر مقابل البيت مرة غريب، يعني شفتوا البيوت اللي شفناها، في واحد كان 3 مليون، اثنين كانوا 800,000 و700,000. هذا البيت قيمته 1,300,000 دولار، يقع في مدينة فيرمنتون ولاية كونتيكت. هذا البيت حرفيا هو حاليا اوف ماركت، طيب ما هو موجود في السوق، ولكن هذا البيت يقع على مساحة 51,657 قدم مربع. البيت هذا فيه 35 حمام، 21 غرفة نوم، وعبارة عن قصر، فمقابل هذا السعر او ماي جاد مرة رخيص. ولكن في الاخير هو في ولاية كونتيكت، ولاية كونتيكت من الولايات الرخيصة اللي موجودة في امريكا، والولايات اللي تناسب الناس اللي تبغى تعيش حياة هادئة اكثر من حياة المدينة، لانه ما فيها مدن كبيرة وهي ولاية صغيرة اساسا. اوكي قصر، انا قاعد اشوف قصر الى الان مره حلو، مره نايس. 50 سنت شغالين، 50 سنت فيه في ثياتر، او فيه اتوقع هذا نايت كلوب، او بشكل عام كلوب كذا حق حفلات وفله، فهم شلون يعني فيها جو، لان هذا البيت زي ما تشوفوا القصر السابق للفنان او الرابر 50 سنت، هذا كان واحد من القصور اللي عاش فيها، فلذلك هذا البيت سعره يكون مرة قليل. ليش؟ لأنه ماخذ فايب معين، الفايب هذا ما هو ستاندرد أو ما هو شيء موجود في السوق، خلينا نقول بشكل خلي الناس تبغاه، يعني ما هو من البيوت العادية، يعني بيت صمم له فسعره بيكون أقل. يعني نفس السيارة لما تجيب سيارة تكون عادية تشوف إن الناس كلها تبغاها، بس لما تكون كاستوم معدل فيها تشوف الناس تبدأ يعني تمل منها أو تحاول إن تبعد عنها. أوكي زي ما تشوفوا غرفة، مسبح، ملعب كرة سلة، جيم داخل البيت، ملعب كرة سلة خارجي. اوكي الشيء الغريب فيه، اوكي في عنده توقع هذا بيت حق الضيوف او جيست هاوس. الشيء الغريب فيه هو ان قصر 50 سنت سابقا. اوكي ما هو سيء، خلينا نشوف سعره السابق في السوق، لان مقابل هالسعر يا
زي ما تشوفوا بأن سعره كان 10 مليون دولار في 2011، نزل سعره في 2012 نفس السعر، شوفوا بدأ ينزل 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 سعره، ولكن في الأخير في عام 2018 انشال من السوق، وحاليا الاستيميشن حقه في الماركت هو فقط 1.3 مليون دولار. نروح المركز السابع. في المركز السابع عندنا بيت في ولاية نيوجيرسي في مدينة كينلنبورو. البيت هذا قيمته 3,300,000، مساحته ما هي مكتوب كم بالضبط، وهذا البيت حاليا فور سيل او حاليا معروض للبيع في 7 حمامات 7 غرف. ولكن الحلو في هذا البيت هو انه عبارة عن متحف اكثر من انه بيت. الشكل الخارجي صراحة مرة حلو، فيه عدة مباني، فيه جسور توصل مبنى لمبنى، which is nice beautiful مرة حلو، لأنه هو يعتبر قصر أكثر من البيت. ولكن مجرد أنك تبدأ تدخل من البوابة الرئيسية راح تلاحظ بأنك داخل مكان صراحة مختلف تماما عن أي بيت ممكن تشوفه في حياتك. اللي قاعد أشوفه شيء مختلف، شيء خلونا نمشي فيه. زي ما تشوفه أنت قاعد تمشي في متحف، زي ما تشوف دائما في صور في كل مكان، الشكل الداخلي غير. هذا حرفيا حمام، أنت متخيل هذا حمام؟ شوف يعني في صور مشاهير، حرفيا البيت صنع إلى أنه يدخلك عالم الفنانين القديمين كذا، عرفت كيف؟ دائما لما تشوف فيلم قديم في السبعينات في الثمانينات تحس انك تبغى تدخل عالمهم، تبغى تدخل بيوتهم، تبغى تدخل الوقت هذا. فهذا البيت احسه قاعد يعطيني نفس الجو، which is beautiful مره نايس. ايضا غرفه الطعام قاعده تعطي نفس الفايب، حرفيا تحس حالك داخل مطعم كذا في هوليوود. يا في فايب غريب. سونا، في سونا، السونا تقريبا الشيء الوحيد العادي. المسبح بصراحه خرافي، انه حجر ومن فوق خشب، وايضا فيه فتحات الدرايف. صراحة قاعد تعطي جو حلو. في ملعب تنس خارجي، في جاكوز تانل أو نفق. فبشكل عام تحس إنه يعني مانشن أو قصر أكثر من إنه بيت. وأيضا كتشكيلة البيت واضح بأنهم سوينه كأنه متاهة، فعشان توصل من صالة إلى صالة فراح تمشي وتدخل بهذه الأماكن وتشوف الأشياء هذه اللي موجودة اللي هم أساسا حاطينها. It's beautiful مرة حلو، أشوف حالي بصراحة إني أشتري. وأيضا مقابل السعر هذا فروح المركز السادس. في المركز السادس جينا إلى بيت حالياً مقفل، اسم الشارع اللي هو في ماي واي يعني طريقي، في مدينة بوث باي في ولاية مين. البيت هذا الاستيميشن حقه أو السعر حقه أو آخر مرة نباع أو الفاليو خلينا نقول قيمته 322,000 دولار، مساحته 2,000 قدم مربع، غرفتين بحمامين. هذا البيت ماخذ فايب معين اللي هو فايب البيوت القديمة الميديفل أو العصر الميديفل، ما أدري شو اسمه بالعربي، إذا عرفت اسمه كابتن اكتب لي إياه فوق هنا. البيت هذا حرفيا ماخذ طابع من برا، طابع أرنو يعني، وأيضا من داخل قاعد يطيق جو، حرفيا كأنك قاعد تلعب The Witcher 3، قاعد يعطيك الطابع كامل. ما أدري يعني أنا ما أتوقع في إنسان يحب العصر هذا، يعني الجو هذا ما هو أفضل شيء، خلينا نكون صريحين يعني ما كان في ذاك الجمال اللي يبغاك أو حياة الفخامة اللي تبغى تعيش فيها. فأشوفه هذا تشتريه، تخلي Airbnb وتأجر على الناس باليوم 300-400 دولار. أشوف في ناس تجي تبغى تسكن تعيش تجربة الحياة هذه لمدة يوم، ولكن كبيت أشتري عشان أعيش فيه لا. يعني هذا سرير مثلا، أو متوقع أنه سوينج بيد اللي هو سرير مرجحة في نفس الوقت. أتمنى الحمام I don't know. أيضا حتى لو تشوفوا الأرضية نفسها قاعدين يعطوك الفايب هذا نفسه مال الميديفل، بس بشكل عام ما حسيت البيت اللي يستاهل إنسان يعيش فيه. ولكن يا حلو البيت هذا حاليا مقفل، أتوقع رينوفيشن اللي هو ترميم. ولكن I don't know، اكتب لي أنت هل هذا البيت ممكن تعيش فيه لمدة يوم أو لا. خروح المركز الخامس. أوكي في المركز الخامس عندنا البيت الهرم، بيت حاليا بندنج ما ندري هو فور سيل أو لا. غرفة واحدة، حمام واحد، مساحة 576 قدم مربع، فقط في مدينة آهو ولاية أريزونا. البيت هذا شكله، البيت هذا ما فيه غرفة وحمام، أتوقع هذا اللي تحتاجه أنت لما تعيش في بيت مثل هذا. غرفة هذه أوكي، يا حمام. البيت مرة صغير يعني معليش، بس أساسا المساحة اللي أنت قاعد تتكلم عنها ترى ولا شيء، مساحته 576 يعتبر مرة صغير، قيمته بصراحة too much أحسها بالنسبة لبيت بهذا الحجم بهذا الشكل. ما أشوف حالي حتى مثلا أني أبغى أسكن فيه، خلينا نقول حتى Airbnb أنا أبغى أروح يوم واحد وأسكن هناك، مثل مثلا أصغر بيت في العالم سكنت فيه، أو في فيديو جاي لما سكنت في بيت في نص الغابة. ما أدري، ما هو معطيني فايب حلو يعني، معطيني أو أوكي خلينا نقول الشكل مختلف، ولكن ما هو أفضل شيء.
بصراحة مرة ما هو أفضل شيء. يعني كنت تقدر تعطيني فايب معين، أما حرفيا ما حاسب فايب معين، حاسب ضيقة قبر يعني، خصوصا إن المطبخ جدا سيء، أحس جدا عادي يعني، السقف ما له شغل في المنظر الخارجي، غرفة النوم جدا ضيقة، الحمام جدا ضيق، رغم إن أنت هذا مو عارض على إن تايني هاوس أو بيت صغير، فما أشوف إنه يستاهل بصراحة إني أزوره حتى كبيت. فيا أنا بعطيه ثامز داون صراحة. أنت شو رأيك فيه؟ خروح المركز الرابع. أوكي، في المركز الرابع في ولاية نيويورك في مدينة بيتسفورد، حاليا البيت أوف ماركت، سعره بين 800,000 و1,020,000 دولار. هذا البيت 3 غرف 3 حمامات 4,168 قدم مربع. البيت هذا راح يعطيك شيء مختلف، شيء غريب، لأن هذا البيت اسمه بيت المشروم لسبب واحد، وهو أن البيت حرفيا شكله كشكل مشروم. أوكي نايس. الحلو فيه أن البيت كله صاير فوق، ما في ولا شيء على الأرض. الفايب اللي ماخذه هو أنك كأنك قاعد تعيش داخل شجرة، ولكن بدل ما هي تكون شجرة أو خلينا نقول الفايبرز اللي فيها والعفسة اللي فيها والأشياء هذه، ما قاعد يعطيك الشكل أو التموجات حق المشروم. مرة حلو، مرة نايس. حرفيا لما أشوف الصور هذه للبيت، ما لقيت صور واضحة، ولكن لما أشوف الصور هذه للبيت حرفيا قاعد يعطيني جو كأني عايش داخل مشروم، وأنا أشوفه بصراحة شيء مرة حلو. ولكن حسيت بأنه في جهات تحتاج ألوان فيها أكثر. عارف أن المشروم ما فيه ألوان واجد، ولكن أنت ما تبغى تتعب نفسك فيه نفسيا يعني. بس بشكل عام يا طابع معين، طابع مختلف. يا لما يقولك مشروم هذا الجو اللي يجي في بالي. غرف النوم، المنظر الخارجي، المسبح هذا 100% مسبح، ولكن واضح بأنه يحتاج ترميم، لأن مسابح بهذه الطريقة لما تكون محطوطة على خلينا نقول بالوزن هذا، أو خلينا نقول على الماء، وخصوصا أنه في وان بانل اللي رافعة كامل، ما أتوقع بأنه راح يكون خيار موفق. عشان كذا أتوقع أنه مفضل لو عب بيته، ما أدري وش ممكن يصير، ولكن ما أدري عن المهندس اللي سوى، ممكن نسوى شيء كويس. هذا بصراحة أوكي حلو، مقابل 1,000,000 دولار في نيويورك مرة كويس. نيويورك ولاية جدا غالية، فبيوت فيها بهذه القيمة يا أشوف أني أعيش فيها فلا، ولكن يعني بروحها مرة كزيارة فقط غير، وخروح المركز الثالث. في المركز الثالث البيت الصخرة. البيت الصخرة هذا في ولاية كولورادو في مدينة لاكسبور. البيت هذا انباع قبل كم شهر ب 640 دولار، غرفتين حمامين 2,432 قدم مربع. البيت هذا شكله طبعا كشكل انت ممكن تقول اوكي هم ملصقين البيت في الصخرة، ولكن لا، البيت هذا لما جيت واخذت طلع عليه لاحظت بانهم دامجين البيت مع الصخرة بشكل مرة حلو وغريب جدا، خلاه يستحق المركز الثالث. الصور من برا مرة نايس، مرة حلوة. حجم البيت يعتبر شوية كبير، ولكن لما جيت تدخل البيت واضح ان البيت ما هو مؤثث نهائيا عشان تحط اثاثك انت. وبصراحة اشوف مهما كان نوع الاثاث اللي حطيته بالطريقة هذه، بالدمج هذا بين البيت نفسه والصخرة أو الصخور الموجودة نفسها، راح يقدر يعطي شيء حلو بيوتيفول يعني. حرفيا الخشب حسه جاي تمام مع الصخرة. المطبخ مرة حلو، غرفة أو الصالة طبعا هذه كلها مو مؤثثة، واضح أنها محطوطة ك 3D أو ديزاينر مسويها. الصخور داخلة بأكثر من جهة على البيت نفسه بشكل مرة حلو، خصوصا هنا مع الدرج معطية شيء خرافي مرة. غرف النوم حلوة، الحمامات حلوة، المكان راقي، تحس انه راقي وفي نفس الوقت ماخذ جو الغرابة هذا. انا عن نفسي واو او ماي جاد. اوكي مع الثلج تمنيت لو في صورة ان المكان كله ابيض، حسه راح يطلع خرافي مرة، راح يطلع مرة حلو. الغرابة فيه اوكي نايس يا نايس، كولورادو اوكي شمال كولورادو برد يا في سبرينج، فترة سبرينج مرة حلو. لو تلاحظ البيت نفسه مندمج مع الطبيعة اللي موجودة حوله تماما. المهندس العمراني اللي سواه صراحة thank you على الإبداع هذا. البيت هذا مقابل 100 حاليا قيمته 700,000، مقابل 700,000 بالشكل هذا بالحجم هذا بصراحة يا أشوف نفسي أشتري، أشوف نفسي أعيش فيه. نروح المركز الثاني عندنا لهذا اليوم. في المركز الثاني عندنا لهذا اليوم البيت القبة اللي شكله مرة غريب في نيو جيرسي في فوركت ريفر. البيت هذا حاليا مساحته ما هي معروفة، آخر مرة بيع شهر 2 السنة هذه ب 275,000 دولار، حمام واحد وغرفتين. البيت مرة صغير مقابل هذه القيمة في نيو جيرسي، ولاية تعتبر غالية بحكم انها قريبة من نيويورك، اشوفها كويسة. فاوكي البيت من برا شكله صراحة مرة قريب، صار كأنه مصنع. اوكي كمية الصور اللي انحطت للبيت من برا واضح بانهم مركزين على شكل البيت من برا،
اوكي هلو اوكي صاير كوخ اكثر من انه بيت، كوخ خشبي كله مفتوح على بعض. نايس. انا ابغى الصور اللي من غرفه النوم من الدريشه اللي موجوده، احسها بتطلع خرافيه. البيت نفسه غريب، غرابه البيت هذه. اوكي الحمام يعني مع جو البيت، خلينا نكون صريحين يعني جو البيت غريب. اوكي هذه غرفه النوم، ابغى اشوف الدريشه اللي في غرفه النوم. او ماي جاد كميه الدرايش مو طبيعيه، بس الدريشه اللي ورا بالظاهر هذه الدائريه ابغى اشوف المنظر منها. خساره ما حطوا. ولكن بشكل عام اوكي البيت حلو، في جراج خارجي، بشكل البيت غريب، اشوف حالي اسكن فيه صيف فقط لاني اوكي البيوت الخشب حلوه، ولكن ما اشوف نفسي بصراحه اني اعيش فيه كبيت. اوكي حلو نايس مقابل القيمه هذه. يا خلنا نشوف سعره في اخر فتره، لان احس بانه او ماي جاد في 97 انباع البيت ب 92 الف دولار. المرة الثانية اللي انباع بعدها في 2020 بعد 23 سنة البيت هذا ارتفعت قيمته 218%. Beautiful. Nice. هل تشوف انه يستحق المركز الثاني؟ انا بصراحة اشوف انه kind of يستحق المركز الثاني، ولكن المركز الثالث بالنسبة لي كان اغرب منه. ولكن ولا شيء منهم قرابة المركز الاول. اذا ما حطيت لايك حط لايك، اذا ما اشتركت حط اشتراك، وان شاء الله راح يكون في سلاسل كثيرة عندنا لاشياء مرة كثيرة، مطاعم بيوت كل شيء. خلينا نروح المركز الاول. المركز الاول في عندنا البيت هذا في مدينه ساوث ليك تاهو ولايه كاليفورنيا. البيت هذا انباع في عام 21 550 الف دولار. هذا 5 غرف 3 حمامات على مساحه 2116 قدم مربع. البيت هذا من برا بيت طبيعي زي ما تشوفوا، بيت عادي جدا الى الان يعتبر بيت طبيعي، ولكن هذا البيت فيه بروفايل معين من الداخل خلاني اقول انا ما ادري هل هذه عفستهم هم وقت التصوير ولا ايش، بس كابتن مره ثانيه اذا بتصور بيت تعرض للبيع بليز يعني سيت السياره هذا شيله، الاشياء هذه شيلها لك العافيه. اوكي اوكي يعني كابتن يعني اوكي here we go بام. البيت هذا من برا بيت طبيعي جدا، ولكن من داخل في هذه الاشياء اللي راح تشوفها لما تشتري البيت، واتمنى انها ما تكون مع او ماي جاد غرفه ثانيه ايضا وغرفه ثالثه ايضا. كل فساتين صاحبه البيت علقتهم على مناكانز. اوكي يعني ايوه هنا الغرفه هذه بدت الغرابه فيها. طيب بد يعني خصوصا هنا هذا، تخيل فاتح الباب وهذا قاعد يطالع فيك، انت حاط ما تقدر تحط تلفزيون هنا، تلفزيون ما في السقف، حط تلفزيون او هنا. اوكي التلفزيون على جنب. اوكي معناها انت منسدح طالع في هذا، فجاه تشوف هذا. او ماي جاد فيلم رعب، انا راح تلقاني في الشارع كابتن. اوكي يا البيت هذا يعتبر الاغرب الى الان. اوكي في ولايه كاليفورنيا مقابل هالحجم السعر هذا اشوفه اوكي، ولكن معليش بالصراحه اذا بتعطيني صور بهذه الطريقه انا ما ادري هل هذا الفايب حق البيت اللي انت تبغى توريني اياه. اذا كان يا فا اوكي موفق في انه اخذ اغرب بيت، اذا كان لا فنظف البيت عشان ممكن اشتري في يوم من الايام. وهذا اللي كان عندنا اليوم، اتمنى تكون عجبتكم السلسله. هذه تكون اول حلقه واذا شفنا تفاعل راح يكون في حلقات اكثر من السلسله هذه. كان معكم متيم بن ابي نديم من السوق الليل الالفمي. سلام. سبسكرايب يا نور العين، سبسكرايب ولك ريالين، سبسكرايب لعيون متيم، سبسكرايب ونبي المليونين.